من وجهة نظر الإدارة اللي أنا كنت كبرت يعني في السنة ديت، وهم في الوقت ده كان غالبا كان محمد إبراهيم راجع من البرتغال وكهربا كان جه، هو الراجل مستر فيريرا ما كانش عايز حد يمشي بالفرقة، كان هيمشي 3 4 لعيبة اللي ما بيلعبوش خالص، وكان هيجيب برضو غالبا كان هو كان عايز كهربا وكان عايز فيرويد أفريقي، وكان في بعض اللعيبة هتطلع إعارات وبعض اللعيبة هتبقى موجودة. فطبعا إدارة النادي مشيت بقى يعني ايه، خدت كبشت كده ومشت وجابت شوية كمان. دي حقيقة دي زعلتني جدا طبعا. يمكن انا وقتها اكتر لعيب لعبت في الفرقة في السنة ديت، يعني لعبت في الدوري حوالي 33 ماتش من 38 ماتش، كنت انا وكوفي وعلي جبر وباسم وابراهيم صلاح، كنا احنا الخمسة، احنا اكتر ناس لعبت ماتشات، فكنت اكتر لعيب لعب. ف ما قالوا انت كبرت يمكن مش عارف مش هتقدر بتاع الكلام ده، والراجل كان مصمم. اكيد طبعا زعلت اتضايقت طبعا، كنت على الاقل بقالنا فتره كبيره ما خدناش دوري وكاس، على الاقل كنت ممكن اقعد موسم كمان في النادي، اكمل موسم كمان في النادي، بس طبعا وجهه نظرهم كانت كده. الاول قعدت سنتين في طلائع الجيش بعد الزمالك، رحت النادي المصري وانا عندي 37 سنه، يعني برضو دي كانت نقطه الحمد لله، كانت نقطه كويسه. الناس يعني الكابتن حسام حسن نجم كبير طبعا، وكابتن ابراهيم يفكروا ان هم يجيبوني في الفتره ديت. كنت ماشي بشكل كويس جدا مع طلائع الجيش في الموسمين اللي لعبتهم معاهم، وكنت مفنش الدوري بشكل كويس، وهم كانوا عايزيني عشان كان نادي المصري هيلعب افريقيا، فهم كانوا محتاجين لعيبه خبرات ولعبه افريقيا والكلام دوت. فطبعا رحت، هو الاول الموضوع ما كانش انسجام، الموضوع ان انا عملت فتره اعداد على احسن ما يكون الحمد لله معاهم، وكانوا مبسوطين جدا بيا. فتره الاعداد قبل ما الدوري يبدا باسبوع عملت عمليه غضروف، فدي فرقت معايا كتير جدا. قبل ما رجعت كان الدوري اتلعب فيه كتير، رجعت لعبت شويه ماتش في التاني في التالت في الكلام دوت، ما يعني الكابتن حسام ما ادانيش فرصه كبيره ان انا اكمل، فجي وقت شهر واحد طلبت ان انا امشي، بس ما فيش اي حاجه يعني ما اتاقلمتش. موضوع جمهور المصري دوت جمهور كبير برضه، وبلد كلها بتشجع الفرقه دي حاجه حلوه. احنا لما كنا بنلعب بنتمرن في بورسعيد، التمرين بس ليه طعم اصلا على ملعب بورسعيد والجمهور موجود بيتفرج عليه، حاجه تفرح يعني. كنت بشوف ناس بتلعب لحد مثلا 29 30، كانوا بيقولوا لي يجي عنده 30 سنه دوت، يعني ما كان بيعتزل بدري جدا، فما كنتش متخيل الصراحه. بس الحمد لله يمكن اللي انا بدات وانا عندي 17 سنه دي فرقت اللي انا اكمل كتير. انا برضو وانا في مرحله الناشئين يعني زي ما بيقولوا في الكوره كده، عضلاتي ما اتهرستش او ما يعني ما اتهلكتش وانا صغير، خلتنا امتد لحد 39 سنه.